مرحبا بالساعه، نرجع لكم من اول جديد. اللي سويته الشارع لو تذكروه، اني كان وصله شليته، سويته دايري، خليته يشتغل. الحين القطار رايح راد تموتيك امور طيبه. طلع لازم هاي الترين ستوب، هذه صارت هاي، لازم يكون صوب اليمين من القطار، ولا ما بيتحرك القطار. في الحالتين كان بيكون بس في اليسار اجباري، مع انه غريب المفروض يكون بالعكس راد يعني اموره طيبه، لكن ما استوى وياي. عندي وايد يورانيوم ترى، ما تسوينا يورانيوم لحين. هالحلقه وقتها، خلاص الحين وقتها نبدا نشتغل على شو؟ على سلاح. نبقى اول شيء من هني نمد. هني ليش بنمد اصلا؟ لانه في وايد شو عندنا؟ ستيل. مو ستيل، لا ايش اسمه، عندنا وايد حديد هني. فشو اللي ابى اسوي؟ ابى امد اثنين خطين. هذا شو بيسوي حقي؟ هذا بيسوي الستيل، اوكي. هذا بيسوي له شو؟ الستيل. لحظة، انا وصلت دايركت صح؟ ما كان القصد، سامحني يعني. سامحني، خلي بيشلونه من مشكلة. حصلوا زيادة والنيب فحم. فحم اشوف ما شاء الله ما عندنا مشاكل في الفحم، فحم امور طيبه. فحاليا شو بسوي؟ بجيب فحم من هني، حط عليهم سبيد مودلز، بعد دل عنهم اكثر من الحفارات اللي تحت. والنيب هني واحد اللي اسوي مشاكل بحلها مالي. ثلاثة، هذا ستيل. روح سير فيه، سير فيه الستيل، سير فيه. المفروض ما يكون عندنا مشاكل هنا. وبعد يبالنا شو يبالنا؟ خبروني. يبانا شو اسمه، بتاري 12 بتري. بس البتري بطلبه من فوق، انا اعتقد ان هني عندي وايد بتري. تعال اشوف، 1000 وشي صح؟ قاعد ينتج هذا ولا ما قاعد؟ شكله ما قاعد ينتج. بعد كسلين من الاخر. انزين، بتري وصديقنا الاخير اللي هو هذا اللي مو داني، دائما ناقص، دائما ما عندنا. هذا بلا فحم في الوسط ناشب لي السؤال، ذاك الدرجة ما يحبني يعني. والله كنت ناوي أسوي هارفست حق هاي، لكن غيرت رأيي. هنا عندنا هني في 4 مليون، هني في 3 مليون، هني في وايد بعد. 4.9 مليون، 7 مليون باني عليه، 3 مليون، 11 مليون. هل 11 مليون شكله زين؟ والله ال 11 مليون شكله زين. هذا نفس الأولي، عرفتوا ما القطار. فشو أبغى أسوي؟ لحظة، إذا أجيب بلو برنت مسخة شوي، مش شوي، لا مش مسخة، بنحتاج الصراحة. لان شو ميزة المكان الخطار والخطار اللي بيكون موجود؟ ان ايوه بالضبط سويتها هي. زين، ان ميزة الخطار اللي بيكون موجود مكانه ما بيتغير، مكان الانتاج اللي بيينا منه بيتغير، سكته بتكون موجودة. مهما نتوسع بيكون المكان موجود عادي نفس ما هو. خلنا نبني هذا، انا ابو هذا يحطونه بس. وصلون كهرباء، وصلنا كهرباء في الوسط.
بيستوي سكت خطوات شوي شوي خبصه لا بتستوي، بس انه عادي يعني مش عادي شوي خبصه مضر، بس هاي سملتنج توحش بيكون. ونبقى اختار يبله تصميم اختار هذي، بس محتاجين تعديلات شوي جامدة عليه، بس الحين عرفنا الشغلة. هذا بيكون هني، وبسرني بالقطار الثاني. طيب مو مسوي سالفة هاي ترى، والله مو مسوي سالفة. انا بفحم بعد، مني بفحم من هني مو مشكلة، نفس حركة هذا بس اللي فوق. هل يصير نسرق تصميم القطار اللي هناك؟ اهم شيء من القطار ويدوسني متوهق. شو عندهم ترش هني؟ هي بالتليفون. وين الاخطار؟ ما أأمن ولا اخطار والله. هوب انا وحظي والله، لو يا داسني بروح فيها. هاي بعد لازم نشيل اني اقم تحت واختار. بلو برنت يقولنا البلو برنت، يقول هذا ها معدل جاهز. شوفوا تقريبا معدل جاهز تقريبا. اوكي بنحطيه صوب الثاني. الحين وين القطار عنا؟ وين القطار؟ وين ال هني بعيد، ونقدر نمد عقب ما هني ونحسارين اذا هاي خلصوا. هو شيء مرتب يعني، بس المشكلة في الخريطة انا مش قاعد احصل فعليا. شو اسمه مش قاعد احصل هاي؟ ليش متعايزين؟ تعالوا ترشوا يعني متأخرين حق الشرط صح؟ تعال تعال تشرش تعال شاردين وحالة تمر الله ومتر عوزين. تعال هذا بعد رمض ضمن سكة الخطار. المهم ان نسوي خطط مستقبلية يعني رقم واحد اساس التمدد بيكون كبير، نبغى شي زين يعني. ابى اسوي مور اوتوميشن الصراحة، مش عايب اني كمية الجسم اللي عندي. لحظة خلنا نسوي لنا تصميم ما يخرش المية. لحظة وين البلان مالنا توه؟ هذا بالنيبلة ممكن بالعكس، بس بيكون افضل هذا اللي نحطيه هني. ننزل انتاج من الصوبين. طبعا انا مش مفتكر في صديقنا هذا، والله مش مفتكر فيه هذا اللي تحت، مع انه مو شوية اظن. يا لا مية شيء طف عادي طف، تحسبت اكثر انا. زين خط الاختار وخط اليوتيرن، هاي اللي سوينا. لو تشوفون انتو لفة الاختار هاي اللي بتحل مشكلة كلها وخلاص. وصل كل شيء بس هذا بعد عليه الانسرترز الصحيح.
مش الانسرت غلط. بعدين بصلح الباقي. خلنا نشوف. عدلوهم. شو ما عندي سكاغرير خلاص خلصنا. هذا يكون درب طويل. خطار دربه طويل. هذا بنشله حق هايل. ما في مجال حق العب. وهذا بنشله بنسوي نفس ذاك. والناس شغالة ويانا. وين هذا؟ هذا خلينا ينور المكان شوي. ما في بتري. دائما هو نفس الحال. لازم تري البتري شوي. لازم تري امتدادات. لازم كان تو واجنز ولا واحد واحد عندنا. سوي تو واجنز راسين. اللي سويناه سوينا دوار صغير. والله احس احد مو بيجرب اللقطة. خلنا نفضي الدرب. ضربت عمرينا. خلنا شي شوي. بنحتاج شوية فيول ترى. نستعمل هاي الكفيول. تعال تعال. افا. شو نتنا فريلز؟ ليش 100؟ اعطوني 400. هذا مش عايب اني مكانه. في واحد ما ادري وينه مسكين. شوفونه. وين الريلز مالي؟ هذا اللي يبين ريلز ولا شو يبين؟ وينهم اللي يبون السكة؟ وينهم؟ هذا القام يجون. شوفوا قام يجون. حلو ايه صح. تذكرت موضوع هايل. اهم شي استوى اللوجيستكس خلاص. ما داني يصير قاعد ادور وين وكيف وشلون. تعال سوي وهذا. لا مو فيه خلاص. تريان يقولك العدة كل شي بيبونهم. بس يبالهم ريسيرش يستوون اسرع. هاي والله في النوم بعد بيطيرون اسرع. هذا مال نيوكلير. بنبدأ فيه قريب. ولا أقول لك قلنا ندمج. ما نحتاج برودكشن. نحتاج برودكشن. أخيص شيء عندي. ما حد جاب لي ستاك انسرتر. شو السالفة؟ في وايد كونستراكشن روبوتس على فكرة. في وايد بس مش معناه اني اعقم كلهم. اللي هو ما يقول له ثلاثة ستاك انسيرتر لاني قلت لهم ما بصح. يعني انا الحين معترض ليش ما يابولي. لا يا ابي قال لهم اني ابوه. بس ليش ما يابولي؟ هذا سؤال ثاني.
هني بنتج شوي شغلات من ورا هالاثنين هني. بسوي مصنع الكترونيك سيركت جديد، بمد خط من هني هذا بطلع برا بودي ورا هني، بمد خط من هذا لهناك، بسوي مصنع جرين الكترونيك كبير شوي، انتاج كبير. التوسعة اللي احنا عليها ما تكفي، التوسعة اللي احنا عليها ما تكفي، لأن سالفة وما فيها. المشكلة إن حتى ما أتذكر حط الستاك انسرترز الصراحة، والله مش قادر أذكر، خلاص الميموريز توا زيرو، يبقى ألعب بالفراغات هاي الصراحة، الميموريز توا زيرو. من كثر ما عنا خطوط انتاج واحد ما يتذكر كل شيء الصراحة. انا مشكلتي بخط انتاج الروبوتات انه بعيد عن هني، فالشكلة ما في الا اني شو اسوي، نسوي ريكوستر تيست ونيب الروبوتات الروين لين هني، ومن الريكوستر تيست الثاني يعبي بحق منو، حق الباقيين كلهم. شو السالفة يعني، شو السالفة؟ ها حصة، انا متى ادور حصة؟ زين طلع لي بروحه، ما له داعي تعب عمري الحين، بيكون فنان. اوكي هذا واحد، هذا اثنين، تعرف شو انت ليش ليش ناسب اللي في حياتي؟ الشير خلهم برايهم، حلو. وهنا نركب الخطار الثاني الحين، خلاص عرفت الشغلة اظني، ما يبغى له شيء. 2 3 والراس عقب نحن شو بنسوي، بنتفاهم معه اظني على اللفة هاي، اصلا ما له داعي اني اسوي اكثر من واحد. هذا مين بيس برونز كوبر، سوري كوبر، حلو. ندخل الخطار، نروح وين؟ جهة ثانية، لفة خايسة بريس. موجود عندي هاي بيبنون، ما بنزل شكرا. اوكي هاي لهم بينزلون، نسوي 2 ريكوستر تشيست، نبرو بورت، نحن رادين هناك، هذا كوبر سايت 1. اوكي
انت يا صديقي بتصير من مين بيس كوبر تايم بيس دقيقة لين كوبر سايت ون تايم باس دقيقة واحد دقيقة يبالي ايرون تيست. خلنا ناخذ هذا السؤال. لحظة تري تري انا مو وصلت كهربا صح؟ لا ما وصلت. فاذا ما وصلنا كهربا شو بسوي؟ بني هذا ني بسوي نفسه هناك بعد بلنسر لازم نسوي. شلوا هذيل لازم هات فراغ حبة. هذا يبنى كله. انزين خلنا نركب هذا. في فيول في قلت لكم الخشب هذا بعضه بينفعنا. بريك 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 نبقى هني مش خشب طبعا. هني لا هني شو بسوي؟ وين الاحمر؟ ما عندي. افا هو الأفضل كنت عقل برا على القطار بس لا زين زين. أول واحد نبغى الحركة السحرية مالنا نحن بعد. اثنين خلينا نشيل هذا نلغي. خلينا نشيل هذا مهني. خلينا نشيل هذا مهني. منوام بالأحرى يمكن أغير حتى الأحمر في غير ممكن جدا ترى. خلاص يعني زمن الأحمر بدأ ينتهي. قمنا نسرع في كل شيء الحين. خلاص زين هذا بيطلع حبة حبتين. وين الرابع؟ انا حط نسيت واحد. نسيت واحد بالضبط. هذا ما يروح هني. هذا يروح حبة زيادة حبة هني. هذا حبة هني.
شله من هني يبغى له شوي تعديلات لكن ما يضر يعني. ودائما هو السالفة لازم نسوي على اساس نشوف شو في ممكن يكون اخطاء شو في ممكن يكون. ملاحظ اني بديت اسوي الاحمر واركب مكسب الاخضر بس الاحمر بوقف طلبه ببدأ اطلب الازرق بالثلاثمية. خلاص هالكمية الاحمر عندي تخلص خلاص ما بطلب احمر. هذي حبة زيادة والاخير وين كان هذا اللي ما حولناه. هذا نسوي شو اسمه مالنا صديقنا نفس التصميم القديم. افا ونسوي هاي هذا صديقنا مرة سويه هني. اوكي انترستنج واحد اربعة هذا هني لين هني هني لين هني استوي بعد ادري تكونون بالعكس صور اساس اعرف القياس. القياس وايد مهم. شوفوا القياس مهم انا اقولكم الحين قياس مهم. بقول هات احمر عندي هناك ما يكتمل البناء بدون الاحمر نخلصه بعدين توهق عبى اموره. هذا خلص هي ادري ما عندك الحين بنسوي كول ولا تسأل فحم فحمك في فحم من فوق. هذا كم فيه 460,000 2.3 مليون 7 شيء مليون. والله مكان الفحم ما اظن انه ذاك الزود. لحظة ننزل بهذا لازم ننزل بكل شيء. عندي فكرة ثانية فحم بيبي محاذات هذا بطلع من هناك يعني خلني بالتصميم مالنا الجميل زين وايد ازعاج شايل هكذا اوكي. هاي تخل دايركت سيستم بعد ما في واحد ثاني يعني. هاي يدخل هني مش لازم بالضبط يعني عادي يعني
بعدين ممكن نشخله لين اخر لحظة يعني، بس حاليا اشوفه اوكي عادي. لان الخريطة لا متناهية، ممكن يجيب موارد لين باكر، ما شي مشاكل يعني. كان موارد مفروض ما يكون عندي مشاكل. فهذا نفس الفكرة الاولية، شو نسوي؟ الطريقة هاي تعالت هاي بالطريقة هذي. هطلع ليش في علامة نو الكتريستي، في كونكشنز غلط شكله، بشيك عليهم الحين. هذين كلهم يتداخلون هايل. هنا نشوف موضوع الكهرباء داخل. مشكلة. هذا كله أساس يطلع خط واحد آخر شيء. مش خط واحد، بسوي اكثر. ويت بنسوي اكثر. هذا بيلين وين لين هنا. اتصور ويكون اوكي، اتمنى. خلاص احنا ابا هذيل قبل ندلع. خلاص لا بيهني والله، احس فحم ما يحتاج الصراحة. خلنا على الخط الواحد، مش الخط واحد جنب كل الخطوط بودي اليوم فوق وخلاص. ما يستاهل، وإذا حسيت إنه يستاهل خلاص بجيب غيره، مو مشكلة. وشوي احسه عبط يمشي لين اخر شيء بعدين يرجع. بس مو مشكلة، بنمشي مع الخط مرة. جوار نسوي له شوية ترتيبات. خلي يا اخي مساحة كلها مرة. اوكي كان شوي لكم متعب شوي، لكن الحين اوكي. استوى عندنا فحم انتاج من هني على خط سريع. الله يسر عاد، ما ينقص انا نقص عادي، نروح نسوي السبريد الدنيا حركات، نطلع خطوط ثانية من هني، ما في مشاكل يعني. هذا امور طيبة. فحق الحين لا، حق الحين هذا يسده. خلينا نرجع هناك.
كمل دربنا المشوار العجيب. ها مشوار عجيب ترى. نبتو اوكي خلينا ننزل هاي التحت. ها بتكون مهمة غير سهلة ترى. شوي ما ادري كيف هذا واحد هذا الثالث هذا الرابع وهذا كيف يكون؟ هذا يكون بالطريقة هذه. اتصور شو بسوي؟ انا بقول لكم بريح شوي راسي تراني باختصر الوضع على البوتم اخر اختصار بلا سبلترز بلا عوار راس حاليا. ركزوا على كلمة حاليا لانه برجع بعدلهم انا هايل ما بخليهم على نفس الحال. هذا أول جروب تسوي الجروب يعني أمور طيبة. هذا الجروب الثاني هذا قرب ثالث. صبر خلنا نوصل كهرباء من دامك موجود روح تماتك خلاص. بس يري بايرن تست ويلك. هذا واحد هاي اللي عندهم كهرباء مودين كل شيء بس الخطار يروح يشيل كمية ويودعها وين في النحاس. بتكون نهاية انتم عارفينها يعني مفروض تكون اموركم طيبة يعني فاهمينها خلاص شغلة ان هنا ها نحن ذا وين خليك من اول وصلت الكهرباء باك انا الحين عندي سالفه وياك. تعال تعال وصلني مسيري سيارة ولا شيء ولا دبابة. الوضع ما يمشي شيء كل هالسمان وين شل وياي الصراحة ما يقزر بسرعة قف الدبابة في شيء بريك لهبة. شوفوا سيدة اشتغلت السيارات هني اللعبة بس في عندي خط مشغل ليش
شو موضوعه؟ ايوه ما عندهم كهرباء. والله اللين غريب تصميم مبكي. انت تلف انت تلف انت تلف. خل ساعد اللين هذا شوي. اللين مسكين هي برن كريسمس عندها العيد. شوفوا ابون مهني يا اقطار تروح. خلاص انت اقول توكل توكل ما بك. الحين شوف نسوي اللي ابغى اسويه. عيل اندر جراوند هني اندر جراوند هني ونسويهم كلهم اندر جراوند. ما اعرف ليش محطيه هني. عندي احساس دائما يبي يدوس القطار بيستوي مشوكي و... بس اتصور الامور طيبه او اتمنى بعد يعني في نفس الوقت. تمني يعتبر يعني. خلنا نشوف موضوع الكهرباء هني. قاعد نمد كهرباء لأماكن بعيدة ترانا. كيف حطايل ما اشوفهم؟ شو حطت عميان هاي مو مشكلة عادي. بهابي يمكن يكون اسرع من ذاك ما اتصور بس لانه من الصوبين. لحظة ايه ده اللاهوتي اوكي. لكن شوفوا الحين وممكن يصير من فوق بعد ننزل لهم خطوط اللي تحت من فوق بعد قاسموا الخطوط. ما عندهم مشاكل اذا حطي هني. بس يعني كم بنحتاج؟ هذا سؤال. كم بنحتاج؟ ما اتصور انه بنحتاج الكمية الخرافية. يلا تعال عندك هذا هني. في اخطاء هو اصلا. لكن هذا وايد فيه الخطر ترى مش شوية. وايد شل يعني تحميل من الصوبين جديا مش شوية ترى. It's too much يعني. بس شوفوا محلاه الخط حبة. اخ شرد عني خايس. خلنا نسير فوق. هذا اختار الثاني والحلقة الثانية ومايننج بروتكتفتي تقريبا خلص. الريسيرش كان 1000 شيء على ما اذكر. نشوفكم ان شاء الله في حلقة جاية مع دهاليز اكبر وامور اكبر ونبي نسوي شغلات اكثر ونضبط امور اكثر باذن الله.